مشاهدينا الكرام، تحية الود والاحترام، أسعد الله مساءكم بكل الخير. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في الموعد. تحياتي لكل مشاهدينا الكرام على امتداد بث قناة الشروق الفضائية داخل السودان وخارجه. تحية خاصة لكل متابعي برنامج في الموعد. مرحبا بكم في هذه الحلقة في هذه الأيام الجميلة. يعني الأيام دي شوية كده فيها زحمة الفيضانات في النيل. إحنا كبداية نتمنى إنه فيضان النيل هذا العام يعني يخلي أقل عدد من الخسائر، وعشمنا كبير جدا في تكاتف السودانيين وتكافلهم مع بعض مع كل المناطق المتاخمة للنيل. الشباب الموجودين الآن بيترسوا في النيل، الناس اللي بتحاول توفر مواد غذائية ومواد طبية لكل المتضررين. أتمنى أن الضرر يكون خفيف على كل الناس، وبالتأكيد من هنا بنرسل دعمنا لكل المبادرات ولكل المنظمات ولكل المجهودات، سواء كانت حكومية أو مجهودات من المواطنين، لدرء آثار الفيضان وأنه نفزع الناس اللي فعلا بيكونوا هم الآن متضررين من هذا الفيضان. مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي بنتمنى انها تكون حلقة لطيفة ومختلفة لكل مشاهدينا الأكارم ومتميزة بتميز ضيفنا. الشعراء في مجتمعاتهم دائما عندهم أدوار كبيرة جدا وأدوار عظيمة منذ القدم. هم اللي بيؤرخوا للتاريخ، وهم اللي بيأصلوا، هم اللي بيكتبوا الحكاوى والأغنيات أيضا التي تؤرخ لحقب تاريخية، بتؤرخ لعادات، لتقاليد، لمجتمعات مختلفة منذ بداية البشرية بمختلف اللغات والثقافات المختلفة. أيضا هم اللي بيدعموا مشاعرنا، يعني لما يكتبوا لنا عن المحبوبة أو عن الوطن وأيا كان شكل هذه الكتابات. نحن نسعد أن يكون معنا صاحب كلمة مميزة وإطلالة أيضا مميزة، ظل يحافظ على هذه الإطلالة في كل يعني ظهوره في القنوات المختلفة وفي البرامج المختلفة. التقيناها في الشروق في أكثر من مرة واستمتعنا بأشعاره وكلماته عبر الفضائيات الزميلات أيضا في أكثر من مرة بالطاقية البرتغالية السمحة دي. نسعد أنه نستقبل ونرحب بضيفنا في هذه الأمسية الشاعر إبراهيم جابر، الشاعر المميز الذي سيتحفنا في هذه الأمسية. مرحبا بك إبراهيم، مساء الخير. مرحبا أبو حميد، ومرحبا بمشاهدي قناة الشروق. والشروق أنا ما قاعد أحس أن أنا يعني ضيف فيها، أحس أن أنا تسيد بيت طبعا. يعني ود الحتة، فوالله سعيد بإطلالاتي عبرها، وأتمنى أنه نقضي وقت جميل ومفيد ونتجول في ثقافة سودانية بتلمنا كلنا وبتعزينا في أزمان فيها هزات فكرية كثيرة جدا، وفي صحيح. محاولات لاستلاب ثقافي عالمي، يبقى نحن المحق بتاعنا وحلنا في ثقافتنا السودانية باختلافها وباختلاف قبائلها باختلاف لهجاتها باختلاف ملامحها الطيبة، كلها بتكون سودان واحد سمح، سودان واحد قوي وموحد. جميل. في سؤال احنا اعتدنا انه نساله دائما للمبدعين، تاثير البيئه على المبدع. بتخيل ليه ما محتاجين نسالك، لانه واضح تاثير البيئه عليك يعني من اللبس والطله. يعني انت حريص جدا انه يكون معاك العصايه دي وتكون الطاقيه وبعض الحاجات اللي بتشير لدارفور المنطقه الام الارض يعني. الشاعر لسان حال قبيلته، صحيح، وما بتنفك اللغة منك بأي حال من الأحوال، وهي زي ولبس وإحساس كامل بيتملكك. أنا بوعي تام، وأنا جيت راعي من سهول كردفان، حاسس إنه أنا كمبدع عاوز أوصل صوت بلهجة كردفان تحديدا، بلهجة الغرب بصورة عامة، وبإيمان التام إنه جمالنا نحن كسودانيين في اختلاف صحناتنا، في اختلاف أصواتنا، في اختلاف طنابيرنا، في اختلاف رباباتنا، في اختلاف كل ما يبهجنا. الاختلاف عبقرية وجمال وقوة. كردفان بلد معطاء شديد، غنية بالثقافات. نعم، والإيقاعات. نعم، والمواريث. أنا كنت محظوظ إني ركزت على ثقافة كردفان، لأنها لسه لا تزال لغة طازجة وطرية. صحيح. وما بتعب يعني كثير في إني أكتب بها. واحد اثنين،
ما كنت هعمل حاجة يا أحمد لو كتبت بلغة الوسط، لأنه ما شاء الله الناس مشت في الموضوع ده شديد وكتبت فيه بشكل، لو حتى لو تميزت كان حكون واحد من ضمن المميزين اللي كتبوا في الضرب ده. لكن اتجاهي للهجة كردفان وعامية كردفان برحابتها وبجمالها، انا بديني خصوصيه وبخليني شويه كده ازوغ من الناس، احمد البلالي من الشباب الشله دي وبعرف ازوغكم. برضو ايوه الناس باللهجة دي والمقلونات نعم نعم ومعانيها نعم المختلفة يعني. نعم نعم يعني من كردفان والاحتفاء بتراث كردفان وثقافتها برضو لدارفور. انت كتبت قصيدة في دارفور، دارفور قضية حب. قضية حب، نعم قدمها نسمعها نبدأ بها الحلقة دي. كويس. انتوا ناس الشروق طبعا بتعملوا حاجاتكم براكم. لا يعني احنا مرات بنتدخل في الاحساس، بنقوم بنختار، لكن ايوه طبعا في باقي الحلقه لك. والله دارفور، احنا ما عاد حنبدا من فوق، ايوه حننزل تحت. اوكي، دارفور نص اتكتب بعد صراع طويل في منطقة دارفور. وأنا ما حبيت بصراحة أكتب نص ما يمس القضية من عمقها، نص تشم فيه كل مكونات دارفور وتحس بوجعتها. بديت أنا في كتابة النص بصراحة على أساس إنه يتعامل في الدورة المدرسية، وأنا مدرس في الأساس. واحد من أبهات التلميذات أعجب بالنص ده شديد، وهو من منطقة دارفور، قال لي يا أستاذ أنا علي أوديك دارفور تمشي هناك تشوف الحاجات وتكتب لنا. وبالفعل في الإجازة سافرتها وقعدت مسافة يمكن زي 3 شهور، حمت وادي أزوم، حمت يا بكافة سلام. هنا، وسمعت قصص وحكايات عن الحرب في دارفور وعن المشاكل دي من الحواكير زمن السلطان علي دينار، وكيف كان صحيح. بتتحلى بالأجاويد لحد زمننا ده. ليه اختلفت الخلاف ما موجود، وآلية فض النزاع كانت موجودة، الناس صحيح. بالجودية بتحل الحاجة. ليه فجأة كده بقى الفقد 200 راجل في معركة واحدة أو في لحظة واحدة؟ لأنه دخل سلاح، ولأنه دخلت صحيح. أجندة، ولأنه 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 النص الفترة السابقة أنا ما أقدر أقول لك ما لقى حظه من الانتشار، هو انتشر برغم أي حاجة. الناس المحبين قدر يمروا بالنص، او النص يعبر بهم لبرامان. في دارفور اتكتب بلهجة اهل دارفور عشان الوجع يكون اوضح. بقول دارفور خلاف اليوم كانت عروس الغوم، دارفور خلاف اليوم كانت عروس الغوم، شوف القبائل كت في لمة المردوم، وبنية كم طاشر ذات الحشا المبروم، ولدا من الفاشر غناه حلاوة لكم، ولدا من الفاشر غناه حلاوة لكم. أم خشيم حليب بقليك عم كليب، الورد الحفير قليك الدريب، خشيم حليب بقليك عم كليب، الورد الحفير بقليك الدريب، بريدك حارنا والله شقش فريق الدلا، شق الحفير القامت من قويز الرملة، قل لي يا بيطمي اتي الخدار ولا المي، قول لي يا بيطمي اتي الخدار ولا المي، عطشان قلبي ودمي من ريتك ما بتخلى، ما بتخلى من ريتك ما بتخلى، ما بتخلى من ريتك ما بتخلى. حجيتكو ما بجيتكو، ان شاء الله يو طيبين ناس الخراطيم هوي، ان شاء الله يو طيبين بلدكو زينة وسمحة وناس طب زينين. انا جيت بدور الونس دي الغربة، غول انشين انا من تراب دارفور، أسمر لساني هجين مريوم أسم أمي، طيبة وكلام حنين يا حالات تبقارية، نقرابي في الخدين وبتين تقول والضمي والضمي شدر الظهار بلين، حتى الرشاش الفزة فارق ترابنا سنين تلقاه بشر وهزة، ورمى البرم في الطين تلقاه بشر وهزة، ورمى البرم في الطين. وانا أمي حالي كلامه دمعت فوق العين، للواقع هل الزامة للعم يشوف العين، ساعة الدواز حزامة ما هالمرل بين بين، كل العين هي عين يا أمي زيكين، كل العين هي عين. وأبا أبا من دارفور
بلدا رجال نسور. هل شفت لوك نسور حاحوها بالزرزور؟ شينين وتغيانين وبتنعدونا يزور، وحرابنا اقلامنا بهن كتبنا سطور. الدم وقت ما يفور بيصبح حبر من نور، ده الدم وقت ما يفور بيصبح حبر من نور، ويسطر التاريخ يبرق اسم دارفور. ويا كاتب التاريخ اسال تراب دارفور، بيوت دارفور، شدر دارفور، طيور دارفور، وقت طارت عيال الزغب جوا السور، بتكتب بجناح مكسور وريش منسور. نموت نحن على المحنه وتعيش دارفور، نموت نحن على المحنه وتعيش دارفور، نموت نحن على المحنه وتعيش دارفور. ونحن نحن الغدر ما هي لنا قطب، ما بنقتل المعذور، سمر سمارنا عاجبنا يمين طلت عيالنا بدور. وهذا الراس كمان قرقد، هو قرقد ساي قرقد ولا برقد، اسود سواد ديجور، افطس وما بندس زي الجبال مغرور. قلناها للبسمع نحن المسنة بقول، هي لم صلم بويتي وكدكا يداك حق زول، هي لم صلم بويتي وكدكا يداك حق زول. وحجيتكو ما بجيتكو اب الكبير حجانا، عيال بنات لمانا، عيالي هو يا عيالي زمن المرافقين جانا. ادوا الهميلات توا الجيش خبروا بكانا، ادوا البقيرات توا الجيش خبروا بكانا. اب ادم نطع حمر عليه وقال اليكم الاخبار، جاب بهارونا كالالم في الخربال، حمور ولا تزروب توريب قرونا فوق ابخرة عجبانا. كذلك الكرتاء الكرتاء بقرت ايسا هلابة الا تئيسا، البارحة انفقدا ما عرفنا وين رقدا، فزعنا في الجيزان هناك بكان اكلا تحت الشدر رقدا، ودري هات المافي وما ازن شردا اشردا كيف، وهن يتولدا في الجوز في القردود، بقراتنا يتولدا في الوادي في الدنكوج يتولدا حلبا، ابوي ابا بقراتنا انفقدا المرفعين نقدن، وابا ابا لسه بيحجي. حجيتكم ما بجيتكم يا البنات لمانا، ايالي هو يا ايالي الله الكبير سوانا، زينة السمر سمانا، فر الغيوم غطانا، من ألم صافي سقانا، منزل الذي صحانا سرق الحلم صحانا، منزل الذي غشانا سرق الحلم صحانا، صبحنا بالجبخانة مسانا بالجبخانة، فطرنا بالبازوكة بالراجمات غدانا، منزل الذي غشانا أغنعنا إنه الدانا أكثر طريق للمركز يلقى المهمش خانة، منزل الذي غشانا شيل السونكي وقد الدونكي وتاخ كدينا الدونكي، المستراب روانا في يبو كضب والله العطش كتلانا، منزل الذي غشانا شيلوا الهاون هدوا تعاون، شيلوا الهاون هد وشلنا الهاون هدينا تعاون، مدرستين وكنتينين وكم شفخانا، ذنب المدرسة هل خلانا ده البارانة بكان أنا بكان الطبشيرة بقلب النبيض كيف حيسامحك الجبخانة، في ذرات حروف مسجونة باكر تكتب ضد سجانة، بال الشفع ممكن ينسى الطابور الجوط الكبسة، الغنوات الما تنهسة، الطعمية مطعم طاعم جو حلوقهم صارت غصة، إلا شفع ماظن تشفع للغشاهم بالجركانة، وكان ماليها حلاوة سمسم جو السمسم دس الدانة، جو السمسم دس الدانة. هوي هوي والضمي هوي 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 والضمي هوي، شلخوني مين بتطمي بتطمي شدرة همي، جاتوني فيه بدعمي يا روحي كيف تنجمي، ما دام بنية خالي خالي الرويح طف أمي، قتلوها دنيا مغارب طف الشموس في نمي، قتلوا الغناوي الطاعم قبال يضوق فمي، فتنوني فيه والضمي والضمي فات خلاني والضمي هوي والضمي والضمي فات خلاني، وانا دمي أصغر سيت لك كلاشنكوف، الخوف بيلد الخوف، نشن علي واضرب في ايدي في رجلي وعاك من الجوف، الجوف زريبة القلب حب. ممدود كحد السيف بيناتنا لبن امي ودمي الصبح المي، سيت لك كلاشن خوف اقتلني هالسعدي، وانا لسه في وعدي ما مد لك يدي، يدي اللي بتحلب دي، يدي اللي بتفزع دي، يدي اللي بتزرع دي، يدي اللي بتكتب دي، مين اللي بيضار عليك في الدنيا غير يدي، مين اللي بيضار عليك في الدنيا غير يدي. ان العمر ساعات لحظات بتعدي، لكني مهما اكون صادق ولا حاخون، انا زول قدر وعدي وانا زول شبه بلدي، لبسني افرنجي وكازي في زندي، لبسنا أفرنجي طاقي تحمر هدي، وأنا زول شبه بلدي، أنا زول قدر وعدي. يا ربي آه يا رب سلم وليد أمي، يا ربي آه يا رب سلم وليد عمي، يا ربي آه يا رب أنا هسي بي أنا هسي
يا ربي آه يا رب سلم ولي ضمي، يا ربي آه يا رب بآخر أنفاسي بكتب غناوي الحب، يا أهلي يا ناسي يا أهلي يا ناسي دارفور قضية حب. كان زرقة كان حمور، كان عرب كان فور، زغاوة سابع دور، كان صنو كان هاجو، كان برقو كان داجو، دارفور قضية حب. عجميها رطانيها، عربيها أو زنجيها، هم اللي بخبروا فيها، هم اللي بخبروا شكيها، الفيها والما فيها، ودارفور قضية حب، دارفور قضية حب، والحب عطيت الرب، أرفع إيديك والضم، أرفع إيديك للشم، ومعايا يقول يا رب، الدم بحل الدم، أرفع إيديك والضم، أرفع إيديك للشم، الدم بحل الدم، ومعايا يقول يا رب، يا رب. الله إبراهيم نص يعني عجيب. أحمد البلال ما بياكل عيش مع النص، يعني اللغة دي مختلفة يعني. نحن نسلم عليه وفي الأمس. أنت قدرت تبتني معه أحمد البلال، مساء الخير عليك. لا أنا ما داري، إحنا ما داري معه مشاكل طبعا. أحمد ده زول صاحبنا وحبيبنا وبنسلم عليه، وكتب عشان بلدنا يا سلام المباريات الثانية بلغة برضه كانت رفيعة شديدة يا سلام، تغنى بالسلام يا سلام. الكتابة باللغة المحلية سهلة ولا صعبة؟ والله سهلة وصعبة. سهلة في حال انك انت ما متكلف، ما تكلفتها، يعني طالعه من لسانك زي ما يها. يعني استاذنا حميد الله يرحمه لما كتب بلهجه دار شايق الكلام بتحسه طالع من تربال قاعد في خلا، اصلك ما بتحس ان الزول ده خش المدينه دي ولا قاعد في الضل. ده الصدق الفني العالي اللي بيخلي النص الناس تتقبلوا بمحبة عالية شديد. الفنون عموما، الفنون عموما بتقتل التصنع. صحيح. يعني مهما الصنعة كانت حازغة ومهما كان الزول فنان في لكن في النهاية يبقى المصنوع مصنوع، ويبقى الطالع من خدار الوادي هو الطبيعي. يعني قد يتساءل سائل انه ابراهيم ده يعني محافظ على شكل طله محدده، وفي ادائيه عاليه في القاء القصائد، وفي كثير من القصائد يعني بيصحبها ايقاع كده داخلي، يعني نعم. جرس داخلي، ده كله عشان اللهجه المحليه، هو قد يكون متخوف انه ما اي متلقي بيتذوق الكلام ده، صح ولا؟ انا 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 يا احمد اقول لك ده اذكى سؤال او اذكى توضيح زول يقول لي في في في, في موضوع التجربه بتاعتي بالضبط. انا لما كتبت في البدايه بلهجه كردفان كان في مخاطره انك انت ما حتصل أكبر كمية من المتلقين، أيوة أكبر كمية من المتلقين، لأن اللغة حتجيب بيناتهم حاجز. بديت أنا بديت تدريجيا في التجربة، يعني أعمل إحساس بتاع كردفان، لكن اللغة هجين ما بين لغة الوسط واللغة الكردفانية، وماشي في الحاجة دي، وكل مرة بنقص في اللغة الوسط وبزيد في لهجة. لأن واحدة من مهام قصائدك التعريف بالبيئة بالضبط نفسها ولغتها وكده. بالضبط، لحد النص كله يبقى تام كامل صناعة كردفان بالحاجة دي. أما التغيير بتاع الإيقاعات اتكلموا فيه أساتذتنا يعني في مسابقات كثيرة وفي قعدات كثيرة. أنا النصوص أو شكل الكتابة بتاعتي العامية هي كتابة شعبية بحتة. يعني نوع شعرنا ده هو اللي بيقولوا الهداي. هداي عادي شديد زول ولا حتى يجيبوه في التلفزيون. عايم في خلانة في كردفان دي هناك بيقطع الكلام ده أخضر من شدره. والناس زي الحكايين يا أحمد. صحيح. حكايين والناسين، يعني هو الشعر وأنا ستروح. صحيح. الملل في الشعبي ما موجود. صح. ما ليه؟ لأنه هو اتعمل في نص الناس، ما اتكتب بمعزل عنهم ومليء بالقصص والحكايه. بالضبط يعني. بالضبط. اما 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 موضوع دل للبحور، يعني انا حاسس انه مثلا القصيده بتكون طويله بالذات اللي بتناقش قضايا كبيره، انت بتحتاج يعني ما بتتقال لك، ما بتتكبسل لك، ما بتتقطع. اي يعني النص لانه اقرب للقصصيه، لانه قصه وماشى. فالايقاع المتنوع بيستصحب معاي اكبر كميه. صحيح. من الناس ما يملوا. اما الاداء المسرحي والاغنيات والكده، اصلا الحياه دي عندنا موجوده في كردفان. يعني في كردفان الزول اللي بيحكي لك العادي بيحكي لك في الونسه، بيقول لك يعني والله فلان ده جا ماشي وبعدين عمل كده، يحكي لك الصوت زي ما هو، لو وقع لو كده، ولو في غنوه تتغنى زي يعني احنا
الغنى في كردفان هو الايقاع بتاع الـ بتاع الـ المردوم. المردوم. ايقاع ايقاع ايقاع، انا بالنسبه لي انا شايفه اسهل ايقاع، اسهل ايقاع. ف بيتماشى مع، وهم في اغنيات يعني، يعني في اغنيات حتى انا قاعد اغنيها في نص في نص قصيدة ما حقت يعني، صحيح، في اغنيات كاتبت لنا حكامات منين كاتبها حجة زهرة لدي العافية والدتي. ده ذاته دور التوثيق بتاع الشاعر نعم للبيئة وللتراث. نعم نعم نهبش أحمد البلال آخر حبشة وقصدك. كويس أحمد كويس البلال في عشان بلدنا كتب يعني طنبور والعلي وزغروتهم سبيب، يا سلام. فرحك كنشرق بتان حزنك بغيب، نفرح ساي في الله كيتم في النحيب. يا سلام هسه يا احنا سلام دايرين نص مليء بالغنائية ومليء بالأداء، ونهديه لكل أهلنا في كردفان، مرحبا نص يكون كبير يعني. جدا جدا. تحية لأخونا الشاعر الملحن الفنان أحمد البلال فضل المولى، وهو زول يعني رفيق درب، ونحن يعني سبحان الله اتماشينا مع بعض، وإن كان هدينا في بعض لكن فنيا الحاجة يعني ما الواضحة لما تقول كده. ايوه قبال أسبوع كان معاي بيقول لي الزمن الجاي ده حقك. ايوه سبحان الله، قبل اسبوع بيقول لي الزمن الجاي ده حقك، لانك انت كتبت فيما يخص اوجاع البلد ايوه العامه بشكل مبكر. نقول في منا في الغربه يود بتذكرك، في منا في الغربه يود بتذكرك، من المداين الرافضه صوتي حصلك، انا بندهك يا يمه هوي صوتي انسحك اصبح رزاز ما حصلك، يا يمه هوي قلبي انفتق خرطوم شنل بتبدلك، وانا بندهك في لحظة ما خامر نشك، محتاج عديل لمعجزة شان صوتي يقدر يوصلك، ووقفت في الفسح الأمام شارع قليبي مو تمام، ناديت على الطير اليمام يا أيها الطير اليمام، صفو انتباه وقت التمام، أجمع كتايبك دون فرز شكل معاديش الحمام، نشن هديلك وارتكز فتح جوايسك كالكلام، نشن هديلك وارتكز فتح جوايسك كالكلام، ويديك معايا عشان نلز جنحيك معايا عشان نلز قطر الغنيوات الوقف، ناديت عليك رد الأسف، ناديت عليك رد الأسف شان صوتي يقدر يوصلك، ممطر أطاطي وأستلف أصوات جميع الكائنات، عبيت عليك في فد حرف كل الحناجر في الفلك ندهن عليك، وأنا برتجي في يا يمه حديت لحق قبال ريحتي تحصلك، يا يمه بحرين حرق قبال يجيك وينهلك، عطشان قليبي مرتبك والغربة مصت دمجت ما عندي مقدار انزفك، يا عزبة يا مويت المطور وين الرهيد اللي بيشبهك، سائل عليك كل الزهور يمكن تحلي توصفك، وانا من سنين كايس عليك واثق عبير بيعرفك، دوزن عصب كل الحواس قاص الدروب متكرفك، دوزن عصب كل الحواس قاص الدروب متكرفك، وانا انا قلبي قادوس الانين يا يما، لو تعرفي ركت نسايمك في الجبين، وانا كنت غمران منكفي نزت قصايد الشوق حنين، يا يما وجع الروح خفي، يا يمه وجع الروح خفي، وانا بفقدك اصل الشتاء سناك سكاكين في الرئه، وساومني بلحظه دفي في اللحظه ديك، لو تعرفي يمه تصبح لي شهيق، والحسره اقرب من رفيق، يا اها بيت لطفي والاها فاير سمها، يا اها بيت لطفي والاها فاير دمها، فنوها في قلوب الخلوق مكتوب علي لمها، من الحزان اللي في الوجود حالمها وحالمها، من اليتامى وقت تعود حالمها وحالمها، وقتين يا زهرة ينوم الناس، والروح في الغربة تكوس، والناس بمسح دموعها وضمها، دي الآه ما بتخبر بلاي يعني الوحيد والضمها، الآه ما بتعرف سواي يعني الوحيد والدمها، مكتوب علينا نعيش سوا وجعين على قلب انكوى، مطعون صباب ومن جرح راد النغن وات الفرح، وانا قلت ساي اشمها، الآه بقت من جرح قالت لي ريحتك سمها، لو تبدا مزدارين مرح كيتا عليك حاتمها وحاتمها وحاتمها وحاتمها، وضحك عليها جنس ضحك بتغيري الكاج الشرك، خوفت عصفور الفرح جوايا ما قادر يرك، وغنيت غنيت 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 يوم جيتك يا يمه، غنيت يوم جيتك يا يمه، يمقرون الحمامة معك السلامة، يمقرون الحمامة معك السلامة، زول البريدة فات الدنيا ما دواما، أحيا في ليجي معك السلامة، أحيا في ليجي معك السلامة،
وغنيت غنيت 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 يوم جيتك يا يمه لمحن عيونك في الظلمه فرزني في لحظه وعرفني وزي عادات مبكني قمرين في عيونك يا يمه كايسين شقيش مدسي سماي وسماي العجم الما بتسمى يوت مسجون في فضن الساي وفضايا غناي لو بتلمى انا كنت لميت وراك دوباي وكنت حلفت عليك الذمه عليك الذمه مما توصل لعين يمه ارجوك قول ليها وليدك جاي ارجوك قول ليها وليدك جاي ارجوك قول ليها وليدك جاي. يا سلام، شكرا جزيلا ابراهيم، كثر خيرك. اسلام اسلام. نخرج لفاصل قصير مشاهدينا الكرام، من بعده نعود للموعد، خليكم معنا في الموعد. مرحبا بكم تاني، مرحبا بكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. يمتد ترحابنا لكل متابعينا. شفتوا متلهفين يعني لدرجة الكلام ما داير يطلع، يعني عشان نوريكم ان احنا بنحبكم قدر شوية. تحية لكل الناس اللي بيشاهدونا داخل السودان وخارجه. نعود نتواصل معكم في الموعد. تحية أكثر خصوصية مرة تانية لكل الناس الموجودين هسه عشان يغيثوا الملهوفين في التروس وفي أزمة الفيضانات دي، يعني أتمنى إنها تمر على خير. نتواصل مع ضيفنا إبراهيم جابر، الشاعر المجيد والمجيد. الكلمة دي دائما قاعد نقولها في التلفزيون، المجيد والمجيد، لما تتقال لك بتحس بشنو عليك الله؟ والله بحس إن أنا قربت أموت. لا يا أخي. بعد عمر طويل. قال لي أنت ليه ما درت تطبع ديوان؟ كل مرة يعني يا حلاج لما تطبع ديوان، قلت له والله يا أخوان الديوان ما درت. واحد ناس دكتور صديق عمر صديق. قال لي يا حلاج ليه ما درت تطبع ديوان؟ قلت له والله يا أخوان الديوان ده حاسس إنه الشاعر ده لما يطبع ديوان حيموت. لا يا اخي بعد عمر طويل. اي ما لانه المدرسه عندنا الشاعر فلان الفلاني ولد عام كده له ديوان شعر اسمه كده توفى سنه كده خلاص في يعني في القرايه هنا في القرايه. اي فحاسس انه البصل المربع ده كان خدته بعيد كده عشان ما زول معنا. طيب الحديث عن المدرسه، انت زول معلم مدرس يعني. ونحن اصدق مبدعينا في المجالات المختلفه كانوا مدرسين. صحيح. يعني سواء من الشعراء او من المغنيين او صحيح. يعني استاذنا ربنا يرحمه ويغفر له وردي. نعم. يعني من الرمز يعني من رموز الفن في افريقيا عموما. هو كان مدرس. التدريس ده بيديك قيمه، هل بتحس انه انت يعني في مسؤوليه ابويه كده تجاه المتلقي؟ ايوه ايوه ايوه. انا اقول لك السر بين المبدع والتدريس شنو؟ الإبداع ده الإبداع الحقيقي هو قدرتنا على العودة إلى الطفولة. نعم. المبدع الحقيقي هو اللي بنقلك لعهد الطفولة، مش عمرا لكن إحساس. الإحساس ده يخليك تفرح كأنك طفل جابوا له دم عيد. ما في مهنة تانية بتقدر تتوافق مع هذه الطفولة المبدعة داخل الشاعر أو المبدع عموما الا التدريس. ليه؟ لانه التدريس هو منبع الطفوله وشقاوته وجمالها. طيب المبدع هو ذاته كائن عنده قدره تعليميه او يعني لانه رساله، انت الرساله دي لها متلقي. افضل متلقي هم هؤلاء الناشئه بروحهم البريئه وبرغبتهم العاليه في انهم يعرفوا كل ما هو جديد. بعدين في حاجه خطره، رده الفعل عندهم صادقه شديد. بالضبط كده، بالضبط كده. انا واحد من اسباب نجاحي في الشعر طابور المدرسه. صحيح. يعني القصيده اللي بتهزهم يصفقوا لا من يدين متحمر ويبكوا فيها على طول. يعني بتشوف رده الفعل على طول، بتشوف رده الفعل مباشره. ما يومين ثلاثة تلقى القصيدة دي بقت تقرا في الطابور. صحيح. أنا في قصايد بسمعها في الإذاعة وفي التلفزيون بيقروها أطفال، منها مثلا زي قصيدة سلام يمه. سلام يمه دي أنا لما جيت قريتها في النيل الأزرق الناس قال إحنا قالنا حق شاعر ميت. شفت الناس دي شفتها. القصيدة من أوائل القصايد اللي أنا كتبتها وانتشرت بشكل كبير شديد لسهولة حفظها، الأطفال حفظها ومشت بقت في المسابقات في دورات المدرسة وكذا. بعدين في حاجه مهمه شديد في الموضوع التدريس. التدريس بيخليك انت تكون مواكب للمواضيع اللي بتخص الوطن.
لانه جزء من التربيه الوطنيه، جزء من ما يقدم في المدرسه، هو حاجات قريبه شديد لكل ما يخص ويمس الوطن. صحيح. فبتلقى نفسك انك انت قاعد تكتب اكثر في المواضيع العامه. صحيح. انا ما كنت بتعرف الناس بتاريخهم وبرموزهم الوطنيه. بالضبط 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 تمام. هل نقدر نستمتع هسه بنص كده كما استمتاعك بكوبايه الشاي؟ جدا انت بتحب الشاي شديد. انا احب الشاي شديد، احب الشاي شديد. فكيف سميت القصيده كوبايه شاي؟ كوبايه شاي، كوبايه شاي ونسى بين الخليل والعزه. بعد نامت كلاب الحله كتلا ضناب سكت نباح، سحت المواجع فوق مسكن كبيتي وصاحن، كتلوك ولا جوك جوك النايم فوق قبر ابوك، تب العيال فاتوك وبكن بكن بكن لا من ناحن، منو قال المحن بتحاحن؟ منو قال المحن بتحاحن؟ وانا جاي اعزيك في نيا العازة جايك من ستة صباحا، طربوش اللحمر دم قلبي خلي الغنوات اليرتاحن، يا عزة خليلك ما بنساك ما شام الغنوات الفاحن، الزهر الوجد في جنانك شربت دم قلبي الصاينك، ارواحا سبقت ارواحا ارواحا سبقت ارواحا، يا حليلك يا عزة خليلك جايك من ستة صباحا، حبابك يا زول اتفضل يا سيد الغنوات الكمل، خرمان للشاهي الاحمر دنقرت ولا قلت التكتح، مرات مرات انا ساي بخجل وبحنان بعرفوا الهبهان، خطت كوبايه الشاي الاحمر وقبال ما برد شوقي، والنار شبت فوقي وقفت فوقي وسالت كيف حال البلد يا خلي يا عزه يا اخ ما تخلي، كيف حال البلد يا خلي يا عزه يا اخ ما تخلي، كيف حال مزارعيها كيف حال رواعيها وافنديها، صح جيتوا للبندر بعد يبسط اراضيها، نسيتوا كلام جدودنا زمان وكت وصونا على الوطن، على التراب الغالي المال وتمن حليل الكان بناديها، بيعزم كل زول يرتاح على ضحكة عيون فيها، عليك الوطن يا عزة روح فيها كافيها، أنا البلد الخلق فيها شرب من طينة ألميها، حبيت بنجوسة كل فقوس لعب في كل حواريها، ضالة وشليل وين راح مبطاح الكلب النباح، ده السرقة قبال تشرق شمس الصباح، ده الضبحة شال ضي عيونه وراح، ده السلخة وسو من جليت وشاح، ده الأكلة تاكلن بعلية بمشية شوباح، وده الود الخبر ليه أهلا وكل اللي قالوا يا أخ ما صح يا أخ ما صح، وأنا سيد الرايحة بكيت بكل أمات وبكل اللغات الحية ببكيها، مرق من كل رواديها كما النشرة كما الأزان مجلجل في بواديها، أحب بلدي وأحلف بيت راب جدي، أخدتها في أباط جمر وضمها يومي في زندي، وأقول بلدي بلدي الخلق فيها وحاط الله البسل الروح، تفوت روحي وأموت فيها ولا بقدر أخليها، محال يا عزة خليها هدي البلد الخلق فيها، شرب من طينة ألميها، حبيت بنجوس أكل فقوس لعب في كل حواريها، إن بقت العزة يعني خليلة وإن ضهبت عيوني دليلة، البلد التقل شيلة وبلد حيلة تحتاج لعياله وبس، أمرقوا أمرقوا من كل الرواكيب قبيلة قبيلة، أمك وقت تكبر وراسه يشيب، وإن حتى من فوق السبيب والشيب يخد فوق شيب، الشيب يخد فوق شيب، كل رجال الدنيا اليود بطيبوها خلاص بعافوها، تكنها عيب شنقولك يا الحبيب تسيب في نص الدريب، لا لا ختاك العيب، أمك وقت تكبر إت وليدة وإت نديدة، إت عافية ما فيش قبضت إيدة، وإت راجل البتريدة ست تكسيدة ست المعزات حيدة، تغسل يود كريعاته وتمسد إيده، تسرح يود شعيراته وتبوس في جيدة، تكحل يود عويناته تكنها صيدة، تغني له وتفليها تحك من روحة تنهيدة، تجر الزمن خمسين ترجع كل حكاياته غنيواته وأناشيدة، ديا ما كانت ديا ما كان ديا ما كان كانت ليك بتحكيها، أمك يا وليد أمك خيوط عصبك شرايينك ودمك، محل شتتوك الناس قزار
بعدين بلدين بوي بلدين حاجة بيت وخطها في أباط جمر وضمها يوم في زندي وقول بلدي بلدي الحدق دق دي بلدي الخلق فيها وحاط الله البسل الروح تفوت روحي أموت بيها ولا بقدر أخليها يا غضبة الهباباي يا مزرعة باباي كان ممكن نخليك يا بلد لو كان لقيناك ساي حداك أوصم خلايق الله ماتوا هم بغنولك سيرة وكمبلة وشاشاي دلعوك والله اللي بيشبهوك الدوش حميد الحسن سالم وناس كجراي غنوك الغنى البكاي غنوك إذا جف الحليب في صدور لولاي وكان ممكن نخليك يا بلد اللي بتهرج في جناها عشان يقوم يقرا لانها شايفه له شوف لقدام صحيح البلد اللم تحس الكلام ده وانت برا تحس الكلام ده انك انت السودان ده ما اسرتك الصغيره ناس بيتكم بس السودان ده ريحه وتراب وشوارع وثقافه وغنى واحساس انت ذات نفسك كيانك الجوه ده السوداني ذاته واهله بتفتقده لما تكون برا بتحس وبنحلم بنحلم بنحلم ما انا ببلد تشبه ناسا بطيبتهم بقوتهم بتكاتفهم بوقفتهم مع بعض بابو مروه من اخر حله صحيح. تجيب الناس وتجيف مع بعض ونحن اكثر شعب الملمات بتوحد وبتقويه يعني اي ملم وقع في البلد دي وكان ممكن يغطس حجره ده اللي بيبقى بالي قدام صحيح ليه؟ المحن ضيفات معادننا ذات بتظهر نعم نعم المحن ضيفات بيجي نفوتها يعني لاحظت في يدك الشمال في ساعه جنبها في شنو؟ في سبحه التأثير الديني برضو واضح في لبسك نعم 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 السودان ده يعني نحن من 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 تواصلنا وتراحمنا وتكاتفنا بعد ثورة عظيمة يعني قام بها الشعب السوداني نعم هل محتاجين لروشيتا انه نقبل بعض خصوصا في مساله الاديان؟ يعني لانه كان في نقاش زي ده كان حساس جدا نعم. مع تعديلات القوانين نعم. الاخيره نعم. يعني نعم. وبقى موضوع ما الناس ما تجرأوا انه يخوضوا النقاش فيه ويتكلموا نعم. فيه وكذا نعم. انه يا جماعه البلد دي فيها تعدد بتاع اديان نعم هي 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 يا احمد ما يعني ما قطعا لحديثك السودان ده كان ماشي بقوانين غير مكتوبه ولكن متفق عليها تماما صحيح احنا في كردفان متاخمين لجبال النوبه النوبه ديل مسيحيين صحيح وفيهم فيهم مسيحيين وفيهم مسلمين يعني. ايوه فيهم مسلمين ما حصل ابدا اهلنا الكبار ديل ونحن صغار حسين انه لا النوبه ديل ناس مختلفين مننا الدين ده ما كان حائط للسودانيين بينه وبين بعض يعني بالضبط فالناس ديل متخاوين وبمحبه وبتعايش سلمي كبير جدا تعايش سلمي فرضته طبيعه المنطقه الطبيعه الجباره اللي لو الناس ما توحدت مع بعض ممكن تهزم الانسان صحيح في امطار في جبال عاليه في 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 انهار يعني كبيره شديد فالناس بتتوحد من اجل انها تنجو بيمسكوا في ضم بعض عشان يمروا مع بعض فلا طبيعه يعني هناك التوحد ده جاء طبيعي صحيح والناس حست بانها اختلافهم مكملين لبعض يعني ما يوجد في جبال النوبه
ما احنا ما عندنا في كردفان، وما يوجد في كردفان ما موجود في جبال نوبة. فالتبادل بتاع المنافع بتاع الناس ده خلى انهم ما كانوا حاسين مثلا انه والله الزول ده ما مسلم، انا مثلا ما تاجر معاه فأتعامل او ما. معه. فالناس متداخله. احنا في الخرطوم دي ما حصل، يعني ما حصل حسينا مثلا انه المسيحيين دي مثلا في فجوه بيننا في صحيح تعاملنا معهم. ليه؟ لانه الحاجات دي موروثات دينيه احنا ذاتنا جينا بها صحيح. هو عبر ديننا ذاته. شكل التعامل المجتمع عموما ما كان فيه مشاكل، لكن انا نعم اقصد لك يعني احنا الان بنتكلم عن تغيير كبير جدا حصل في السودان، نعم يعني الثوره العظيمه اللي حصلت دي بكل ما فيها وبكل ما تبعها، نعم يعني تحديدا مثلا مساله القوانين، نعم كان في كثير من الناس بيتكلموا عنه يا اخي القوانين دي هي يعني مصممة لفئة غير فئة أخرى، فئة نعم دينية غير فئة نعم دينية نعم أخرى نعم وكده، وبدأ الكلام في الوثيقة الدستورية والآن الكلام في اتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح، إنه نعم يا جماعة السودان ده يعني مضمون ما حدث إنه البلد دي لازم تشيلنا كلنا صحيح بكل صحيح عاداتنا بكل صحيح تقاليدنا، صحيح قوانيننا ذات صحيح احنا اللي صحيح بنضعها لازم تحترم صحيح أدياننا المختلفة تحترم بالضبط عاداتنا بالضبط وتقاليدنا، بالضبط. القيمة دي بتاعت التسامح والنقاش ده هل نقدر نديره؟ هل حنطلع فيه بنتائج والله حيظل من المسكوت عنه يعني؟ والله أنا داري أقول لك، قول الشعب السوداني ده شعب تخصص قفز على الحواجز وقفز في المعيقات. والصعاب اي يعني اصلا شيتا كده يجي ساهلة فلان ما يقول لك احنا نترتر كده ونرجع منه، لا اصلا والله ثقتي فيهم اصلا صحيح ما بتقع على الوطن. صحيح احنا ناس ما مستعجلين. واحد اثنين، الحضاره بتاعتنا حضاره راسخه، صحيح والرسوخ ده بدينا فرصه انه نقدر نتعايش مع بعض من غير ما نأذي بعض. بعض في خصوصية في يعني السودان ده، هو أنا بالنسبة لي غارة نعم ما بيشبه أي دولة، عشان مثلا نشيل قانون مشابه لها مثلا عشان نقدر. صحيح أنا شايف إنه اللي بينفع السودان هو اللي بيرتضوا أهل اللي السودان بيرتضوه أهل السودان، ما يرتضوه أهل السودان جميعا. ونحن اتناسبنا وتزاوجنا واختلطنا، يعني الأعراق السودانية دي اختلطت بشكل صحيح كبير شديد بعفوية تامة شديد، يعني ما في زول جبر زول على، أو ما في قبيلة انجبرت عشان تدخل في قبيلة ثانية وهكذا صحيح يعني. لكن طب يعني العرفة والمعايشة والمعاشرة المصاهرة والملح والملاح خلت الناس إنه يكونوا قريبين لبعض. وأنا حاسس إنه طالما أنت ما مؤذيني في حاجه، انا ليه مثلا احجر عليك في صحيح رايك او كذا وكذا وكذا. واهلنا زمان قالوا العوج راي والصح راي. صحيح يعني الناس لو قعدت في الوطن ان شاء الله الحاجات بتمشي لقدام. ونحن يعني مستبشرين انه البلد دي والله خيرها كثير، صحيح والله خيرها كثير. يكفينا ويفيد، يا السلام ده اللي يجي. بس احنا من حتة السلام دي كده خلينا نغني للسلام. نغني للسلام. يما يا اجمل حكايه، منقوشة في صدري وحشايا، لو قلت بريدك ما كفاية، لو قلت بعزك ما كفاية، ما انت في دمي وشعوري جوا في اعماق جوايا. يا ساكنة في رمشي وعيوني، يا ساكنة في رمشي وعيوني، بهدليك طنبور غنايا، بهدليك طنبور غنايا. يما يا ريحة ترابنا، يا شموس واقفات في بابنا، يما يا بلد النريد لما يهتف يقول حبابنا، يما يا شتلة محنة نرويها بشوقنا ورضابنا، طمنينا وقولي لينا. يما يا شتلة محنة نرويها بشوقنا ورضابنا، نبكي في حضنك وننسى، نبكي في حضنك وننسى كل أوجاعنا وعذابنا، كل أوجاعنا وعذابنا. طمنينا وقولي لينا الدنيا بخشاها السلام، طمنينا وقولي لينا الدنيا بخشاها السلام، والحرب حتبقى قصة ترويها أفواج الحمام، والخريف حيجينا تاني، ده الخريف حيجينا تاني، يدينا من جيب الغمام. يلا يا فرسان نغني ندي لي يما السلام، سلام يما سلام يلقاك في الغمة، سلام أبيض تقول عمة، سلام زولا بريد يما، سلام زولا بعز يما، سلام زولا بغنيلة ولسه غناه ما تم. سلام يما سلام يما سلام يما. يا سلام ابراهيم، انت حنت حتات كثيره في السودان. نعم. لما نتكلم الان عن توقيع اتفاقيه السلام الاخيره يعني نعم. مع حركات الكفاح المسلح،
انت زرت ناس في المعسكرات صحيح وزرتهم في مناطق النزوح واللجوء وغيره يعني، صحيح وشفت حالتهم الصعبة، كده بإحساس الشاعر كده، عودة نعم. الناس دي حتكون كيف؟ يا الله يا الله يا الله يا الله. أكتر القصص اللي أنت بتتذكرها الآن يعني في المعسكرات دي، وحاسس إنه ده جا الوقت إنه تتحكي وتتقال، لأنه خلاص الناس حترجع لأراضيها، حترجع لزراعتها، حترجع لبيوتها، حترجع لأهلها. يا أحمد، يعني الأسفار يعني شوفتنا كتير. البلد دي اتملت مغايس لحد الانفجار، صحيح. وأصلا الثورة دي ما جات من فراغ، أصلا ما من فراغ. كثرة الضغائن وكثرة القهر وكثرة الظلم وكثرة سحق الإنسانية، غرة وحلال كاملة يا أحمد تباد في آخر صحيح. الليل. يعني ناس عمر 30 سنة وهم ما شافوا حلة ثابتة إلا معسكرات، ما اعتمدوا على سقف يغيهم برد ليل، صحيح. ما حسوا بدفء الأسرة وقعدتها. ديل يعني رأيك شنو الوطن في ذهنهم؟ شنو الوطن في ذهنهم؟ خوف خوف. صحيح. ما اداهم الاستقرار. ديل الناس اللي نحن محتاجين نيقنهم، محتاجين نضوقهم من خير البلد دي، ونعتذر لهم بكل لغة صحيح. نقدر نقول بيها ونبوح بيها انه على ما مضى الفات مات، وان كان مؤلم شديد، لكن مهما يكن الثورة دي جات عشان تصحح أوضاع كثيرة كانت هل خاطئة. حنقدر نعالج الجراحات دي تفتكر والله؟ هي مسألة زمن، مسألة زمن. كل الجروح بتروح إلا التي في إلا الروح. التي في الروح. هل التي في الروح دي دار القعاد؟ صحيح. دار القعاد يعني ما الآن في يعني الجيل الحالي ده ضاق مرارة حرب. نحن لازم نعمل قط للذكريات دي، ما نخليها تمشي لسه تاني لقدام، بانه نورث افكار جديده. ما في حل غير انه التعليم يكون موجود في اي حته عشان الناس تحس بانها متقدمه وماشيه. المقرر الموحد بوحد مشاعر الناس. صحيح. الفنون قادره انها تردم الهوه الكبيره اللي حصلت في سنين الحرب دي. احنا ونقبل بعض يعني، نتخيل لي انه مش تاريخ السودان بس، تاريخ البشرية والإنسانية، فكرة التمايز دي دايما بتهزم القوة. احنا يعني بنتذكر من زمن هابيل وقابيل يعني نعم إلى نعم يومنا هذا، نعم نعم ليه احنا يوم الليلة بنتشاكل قبيلتي وقبيلتك نعم ويحصل قتال ويموتوا فيه عشرات صحيح في موضوع لما الناس يردوا له يطلع اتفه ما صحيح يكون؟ صحيح. يعني انت الزول لما يجيك في بيتك انت ممكن تطبح له، أيوة ما قادر تتحمل أيوة اخوك ده أيوة اذا غلط يا عليك، سلام او ما قادر يا تتحمل ان انت سلام تعتذر لو انت يا غلطت سلام يعني. يا سلام. ما حدث في السودان كمان ما فيه يا أحمد، ما فيه أجندة من برا. صحيح. في شغل تعمل على سنه الناس دي ما تكون يد واحدة. البلد ما تستقر أي بشكل أيوة كبير. أيوة في يعني في ما يعني المشكلة ما داخلية وبس، مشكلة متشظية وعندها أطراف تانية فيها. فعشان نلملمها نحن أسياد الوجعة، صحيح. ناس يا دول الوجعة، والمثل بيقول البيك اب حرروا اهله. صحيح. نحن نقعد يعني. اول ما وقفت البندقية، اول ما وقفت البندقية انا حاسس انه في خير كتير جاي. ليه؟ لانه ما بنقدر نزرع اذا ما استغرينا، صحيح. ما بنقدر نسوي مدرسة اذا ما قعدنا في حتة واحدة. الاستقرار في حتة واحدة بيخلي صناعة ذكريات جميلة تجاه بعضنا. صحيح. يعني مثلا انفصال الجنوب، انا لما بكيت ما بكيت للمعنى السياسي الكبير انه جزء من دولة انفصل، بقدر ما اشتقت لاصحاب الجنوبيين صحيح. اللي نحن يعني اكلنا بوش في دكان وزغنا ونحن لعبنا في السن كورة سوا العالي، لعبنا كورة، ضاربنا، صحيح. شلنا كتب من بعض. شنو
في ذكريات كبيره شديد بيننا كبني صحيح ادمين، وعشنا طفوله ذكريات مع بعض يعني. يعني في مواقف هم اللي عارفينها بس لانه حصلت لنا احنا مع صحيح بعض، بالذات اللي احنا في سنتنا كان جابوا مجموعه من الطلاب من عالي النيل جقروا معانا، فدين بيننا ذكريات كبيره شديد. فجاه كده تلقى نفسك مثلا ان الزول ده بيجي بجواز اخر هكذا. فجأة الناس يتفرقوا، وتخيلي برضو دي يعني أثرت على واحدة من القيم السودانية، فكرة اللمة. صح، يعني إحنا السودانيين دي لما نتلمى سواء كان في الفرح أو في الكره، في الفزع أو في النفير، نعم بنبدع طبعا. صحيح وتخيلي صحيح، الأيام دي برضو إحنا بما إنه في أزمة خريف وفيضان وكده، دي نعم برضو ممكن نعم تكون أيام لمة يعني. نعم 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 نحن يعني هنمشي على ختام هذه الحلقة، اوكي. لكن دايرين يعني تهدينا نص نهديه برضو لكل مشاهدينا، يذكرنا قيمنا الجميلة دي، علمة السودانيين، وقفتهم مع بعض، تعاضدهم، حنيتنا دي يا سلام اللي تعودنا يا عليها، سلام، وكثير من أخلاقنا اللي أعدناها في اعتصام القيادة صحيح يا العامة. يعني سلام يا افتقدناها سلام فترة، يا لكن في سلام اعتصام يا القيادة سلام عشناها يا يعني. سلام يا سلام. القيادة أنا يعني الخلعة دخلت فيني فيها، ما بتمرق ما ما صورك بتمرق بالهين. ما بتمرق ما بتمرق. شفنا سودان، شفنا محبة. يعني شكل السودان احنا اللي بنحلم به شفناه في صحيح القياده، الشكل اللي الغى حاجز لغات وحاجز شكل وحاجز قبيله. صحيح وانت يكفي انك بس تشعر بالصداع لتجد 1000 يد تتمد لك صحيح بإسبرين، صحيح فناس تحسك بالشكل ده. كانت ايام يعني في منتهى الجمال. المتاريس يا عظم المتاريس، يا سلام. المتاريس يا عظم المتاريس، هن البصائر والأحاسيس والعيون القن عمايا، فسرناهن آية آية ورصيناهن براهن. العيون هن المتاريس، المتاريس اللي بيشوفني يا الحبيب فجري زي شخب الحليب شاق ديجور الليالي الطلاميس. المتاريس يا عظم المتاريس، هن ريحة المشيش، هن باقي ألم حبيبة زي ريق الحبيبة داسته في حنق القواديس. ولو هفت علينا الأماني نبل الأغاني بدم أرجواني ونهدي للنيل الفراديس. المتاريس يا عظم المتاريس، هن الأيادي سمرة زي طينة بلادي، قطعوها ما عرفت تعادي، صلبوها ما عرفت تعادي. إيد شهيد ما أي إيد أهو قدرت تلوح من بغادي، يا بلادي الريدة تقديس، يا بلادي الريدة. المتاريس يا عظم المتاريس، هن نجوم الله المشتتة في الظلم، عزلا خطانا المدعبات وبقن شبط لبنية ما عرفت حيطة أمتن من صدورنا العارية حين هجموا البواليس. المتاريس يا عظم المتاريس، وصية شهيد مكتوبة بدم الوريد والدنيا عيد، نحن أخوانك يا بليد، افعل ما تريد والله يفعل ما يريد، افعل ما تريد والله يفعل ما يريد. شكلت القراية من الورق. افعل ما تريد والله يفعل ما يريد، عب الزنازين بالظلام عيون أماتنا الفوانيس. المتاريس يا عظم المتاريس، هن ببساطة وسادة شفاتة أحلامهم العذبة في ليل الكوابيس. المتاريس هن الخرايط المافي لوطن أعرج مكتف وحافي، واحد اثنين واحد مشوه في الشوك والمنافي، واحد اثنين واحد كتلوه وقافي، هي لله يا للطلاميس. المتاريس يا عظمة المتاريس، عشان يقوم الخير من رقدة الموت الأخير، عشان يقوم الخير من رقدة الموت الأخير، يطقطق صواب عينه يغني يرتاح في حنانه الطباشير، ويتفتت صباح الخير، والخير في الخير مكتوبة في كل السبابير، والفات زمان اللمبية متفوت نبوة التدريس. المتاريس يا عظم المتاريس، شارع الخلود الناصية بوابة الفراديس، أصحى يا ترس أصحى ما يخش علينا اللباليس. المتاريس يا عظم المتاريس، المتاريس يا عظم المتاريس، شارع الخلود الناصية بوابة الفراديس، الفراديس أصحى يا ترس أصحى. شكرا لك إبراهيم جابر. يعني رغم أن القصيدة الأخيرة شوية متعبة، لكن وصلنا لختام هذه الحلقة. يعني سلام، نترحب طبعا على كل شهداء هذه الثورة، كل شهداء الإنسانية
بصورة عامة. كتر خيرك يا أستاذ إبراهيم، إحنا سعدنا بحضورك وسعدنا بقصائدك وبكل ما قدمته لنا وبطلتك أيضا المميزة التي ظللت تحافظ عليها يعني. تسلم يا أبو حميد، وإن شاء الله نتلاقى في زمن جاي ونحن بننعم بسلام وببلد خير وكافيه وعياله حاضنين ومتماسكين ويدنا فوق بعض إن شاء الله. شكرا أيضا لكل مشاهدينا الكرام، ختاما تقبلوا تحية فريق العمل الذي سعدت وأنا أنقل جهدهم، ونتمنى أنه يستمر دعمنا لكل المبادرات التي تنتظم هذه الأيام، سواء من المنظمات أو من الأفراد أو حتى من الهيئات والمؤسسات، لدرء آثار الفيضان ولنجدة أهلنا المفزوعين اللي على الشريط النيلي، سواء في النيل الأزرق أو النيل الأبيض أو نهر النيل. حتى الملتقى، إلى اللقاء.